ثلاث محوطه اليوتراين كافيتي باراتيز. نيجي لي نعم نعم لا انا قلت ايه؟ كل الستات ما بينزلش عليها دم، اما تبقى الديسيبا بتاعتها ضعيفه شويه مش مغذيه قوي، فاول ما الاستروجين يقل يحصل ايه؟ شادي. بس لا ده مش كل الستات، دي حاجه فيري رير، بس العيانه اذا قالت لك انت هتعتبريها كانها سقط وتقول لها ارتاحي، وفي الاخر هتفاجئ ان ديت كانت حمل غزلان. تمام؟ نيجي بقى لده، ده سؤال ام سي كيو اخلص منه قبل ما ابتدي بقى اسباب الابورشن. احنا عندنا حاجه اسمها بلايتد اوفم وحاجه اسمها انبريونيك ساك. ايه ده؟ دي بتيجي ام سي كيو كتير، دي شهيره جدا اليومين دول. تيجي لك واحده حامل اول شهر وتقول لك نازل عليها دم، الشهر الثاني نازل عليها دم، اعمل لها السونار الاقي كيس بس ما الاقيش بيبي. بعد كده اقول لها طب تعالي لي بعد اسبوع اعمل سونار ثاني الاقي كيس ومفيش بيبي. اللي انت ما تعرفوش ان البيبي بيجي من حته اسمها انر سيل ماس هنعرفها في الامبريولوجي، والكيس بيجي من حته. يعني انت قصدك تقول ان البيبي من حته في الامبريولوجي يعني ممكن يتكون كيس بدون بيبي ولا لا؟ دي بقى زادت اليومين دولت، ناس تقول تلوث، ناس تقول كل الاغذيه اللي احنا بناخدها مسمومه، ها هي زادت ما تفهمش ليه. طلع اننا مش عارفين سببها لغايه دلوقتي، بنشوفها في العياده هنا في قصر العين. يعني كل يوم نعمل سونارات لعيانين بينزفوا الاقي كيس ومفيش بيبي. طيب هو البيبي بيبان ازاي؟ انا هرسمه لك عشان تتخيل قبل ما ناخد السونار. انتوا عندكم صور سونار في الاوسكي، هرسمها لك ايه عشان تتخيلها. ادي الرحم اهو بالشكل ده، الكيس دايما يبان لي باللون الاسود اهو. هو ليه دايما الكيس في السونار يبان اسود؟ عشان ميه، اي ميه في السونار بتبان باللون الايه؟ اسود. ده كيس الحمل، وده اول حاجه بتظهر اللي اسمه ساك، يبقى ده ساك. ساك اللي هو ايه؟ كيس البيبي. بعد شويه يبتدي يظهر لي حاجه باللون الابيض، حاجه عامله كده. ايه ده؟ ده بيسموه امبريو، يبقى ده اسمه ايه؟ اهو امبريو، جنين. ويبان جنبه حاجه تانية برضو باللون الابيض، ايه دي؟ هنبقى نعرفها عشان نخلص منها. دايره كده بيضة، هتلاقي كده واحده قريبتك راح تعمل سونار تلاقي دايما بيبي ابيض كده صغير وجنبيه حلقه عامله زي رينج جنبها، ده اسمه يوكساك. ده تعرف ان البيبي ما فيهوش انوماليز، ده اكل البيبي على فكره. يبقى لما اشوف الشكل ده اقول ده هيلثي بريجننسي، بلاقي بيبي ابيض بالشكل ده وجنبيه حلقه بيضة. طيب نفترض ان انا جيت اعمل سونار للعيانه وما لقيتش البيبي، وبعد كده قلت لها طب استني اسبوع ممكن يظهر. على فكره هو بيظهر عند خمس اسابيع اربع اسابيع، برضو استنى ايه؟ ممكن تكون غلطانه في اخر دوره. المهم مره واحده لقيت الشكل مش كده، الشكل عباره عن كله ايه؟ اسود. دي اسميها ايه؟ ان امبريونيك ساك. يعني مفيش بيبي. على فكره دي اكسبريشن سونار، يبقى لما يجي يقول لي في حاله ان امبريونيك ساك اللي هو السونار ده اهو، هرجع لديت، اي ان امبريونيك ساك. ما معنى كلمه ان امبريونيك ساك دي؟ اكتب جنبها الترا ساوند، يعني ده الترا سونيك تيرم انا اقوله في التقرير. انا مش لاقي بيبي اهي، كيس اسود بس. امال ايه بلايتد اوفر ده؟ امال انت هتكحكها وانت فاكر ان الحاجات دي هتسيبها جواها؟ ما بيبقى مش هيكمل. ده هو حمل، واختبار الحمل كويس هتروح كحتها وتبعتها لبتاع الباثولوجي بقى. باثولوجي يبص عليها يقول لك مفيش بيبي، يسموها بلايتد اوفر، مش موجوده. يبقى ده باثولوجيكال تيرم. يبقى ما يسالك بقى انا كدكتور لسه اقول انهي اسم؟ ان امبريونيك. هو كدكتور باثولوجي يقول ايه؟ بلايتد اوفر. تفتكر لما يجي لك في الام سي كيو بقى ان امبريونيك ساك ايكوال، يكتب لك بقى ترانسفورميشن زون اي كلام بقى، ها الدرمويد بلايتد اوفر. بس انا مديها عشان كده ان الموضوع ده هو ذا سيم، بس ده باثولوجيكال وده ايه؟ الترا ساوند. طب هاو تو بريفنت؟ شافوا والعيانه دي اصلا هيجي لها اكتئاب، واحده لسه متجوزه جديد وفرحانه، عارفين بقى شهر العسل جميل، ها؟ والعيانه بعد كده حملت بقى وحملت في كيس بس فهتسقط. العيانه دي اقول لها عشان امنعه هديكي حاجه، حد يعرفها؟ كل الستات بتاخدها قبل الحمل، فوليك اسيد. على فكره هاو تو بريفنت فوليك اسيد، حمض الفوليك، فكره كل الستات قبل الجواز يستحسن تاخدها. اول ما تاخدها ما يجيش الشكل ده. الفوليك اسيد بتاع الدي ان ايه؟ يكون البيبي.
بس ايه سببه؟ الله اعلم. بس انا بقول لك غالبا تو بريفنت بدي ايه للعيان؟ ها؟ فوليك اسيد. دلوقتي بقى هبتدي اتيولوجي اوف ابورشن. الاتيولوجي ده بيجي تحليل وام سي كيو مكتوب في كتاب الاسم تحت بعض، يعني ابورشن وهابيتس والابورشن. فاهمك يعني ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي عايز اطلع من المحاضره اكون عارف الاسباب كلها، لان الاسباب احنا لسه ما خدناش المنهج. هتسمع اسباب غريبه يعني اشر مان، تقول لي يعني ايه اشر مان؟ هشرح نبذه عن كل واحد كده، الكلام ده هيتشرح بعد كده. هنفتح بقى الايه الجدول اللي بعده، اسباب الابورشن. اسباب الابورشن اهي جدول ده بالعرض وموجود عندكم. اللي مش معاه زي ما اتفقنا النهارده هبعت لكم مذكره البليدنج كامله، انا غيرتها بالكامل، هتتبعت النهارده على الواتس. انا هاخد الخانتين دول بس، ابورشن وريكارنت ابورشن. سيبك من ريكارنت دلوقتي، انا هاخد مين؟ ابورشن. اسباب الابورشن، ان انا احفظ اسباب وكتيره كده هتوه. في حاجات هشطبها هي مش مهمه لان كتاب الاسم مش كاتبها. بقول لك هو كتاب الاسم حظكم ان بقى مختصر خلاص، يعني والله الولاده هتبقى اقل من 200 صفحه، النساء هتلاقي الكتاب صغنون وجميل. حظكم ده، حظوظ ده، بيحسدوكم السنه اللي فاتت. تعالى بقى نشوف اول حاجه، ماتيرنال كوز سبب في الام، فيتال كوز سبب في البيبي. اربع اي، ايه الاي دول؟ انفكشن، اياتروجينيك، ايمونولوجيكال، ايديوباثيك. اهي انفكشن، اياتروجينيك، ايمونولوجيكال، ايديوباثيك. هخلص بدي الاول واخلص منه. هو ايه الايديوباثيك؟ سايكولوجيكال. على فكره النفسيه بتاعت العيان اهم حاجه. بتجي لك عيانه تفتكر سقطت ثلاث مرات، ايه رايك في النفسيه بتاعتها؟ ده اكتئاب، فما فيش بيبي بيكمل. ها؟ ده في واحده بتسقط بال 12 مره، والله انت هتشوف حاجات غريبه جدا، تلاقي نفسيا محبطه. تخيل لما تجي لك العياده، ازاي سبورت العيانه؟ انت لازم تخلي العيانه على فكره مقتنعه ان انت هتخليها تكمل الحمل. فبيجي لك العيانه تقول لها ايه؟ اكيد بينها وبين جوزها خناقات ولا اكيد. ها؟ ليه؟ لان هي هتقول له انت السبب، وهي هتقول لا ده الحيوان المنوي، لا 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 البواي ده هي السبب. تلاقي خناقات على مستوى عالي جدا. انا بقى بنتهز الفرصه دي، اروح اقول لها يا فندم انت سقطت كم مره؟ تقول لي ثلاثه. في حد مزعلك؟ وروح باصص له. اه والله روح راسه عامله كده على طول، هو كده. بعد شويه اقول لها يا فندم ليه يا فندم كده؟ اقول شكلك انت اللي مزعلها، على فكره انت سبب السقوطات. فبعد اذنك يعني انت بتتفسح يا فندم؟ لا خالص يا فندم، من ساعه السقوطات دي بقينا كوابه. لا يا فندم لازم تفسحها. حضرتك جايب لك نتفليكس ولا لا؟ بيجيب لك هدايا ولا لا؟ الراجل طبعا عايز يمسك الكرسي وايه؟ بيهبدني بيه، وهي ايه الدكتور ده؟ المهم بعد كده في الطريق انا عارف ايه اللي هيتني، انا بقنعها بقى ان هو السبب. وقلنا ان شاء الله لما تجي لي المره الجايه، انا عارف انه مش هيجي، هيمشوا هما مع بعض في الطريق خناقه. انا مش هروح للدكتور ده انسي، تقول له بقى عايز كنت عايز حمل هو ده. في الاخر هتيجي هي ومامتها، انا عارف والله جوزها مش هشوفه دلوقتي الولاده، ها؟ يدفع بس. هي تيجي هي ومامتها بقى، وده اللي انا عايزه. بس انا مقتنع 100% ان انا هكمل لها الحمل. فقلت يا فندم ان شاء الله اوديها بقى فيتامينات وازود على الحمل اللي فات، والله ان شاء الله ربنا يسهل هتكمل. اول ما تكمل بقى تقول لك ده ساحر ولا ساحر بقى. السايكولوجي بتاع العيله ما بهزرش. العيله زي قالت لك هسقط بسقط. عندنا في القصر العيني انا وانا كنت نايم صغير كان في الحوادث، انا مش هنسى عيانه كانت ماشيه تقول ايه؟ انا حمود. انا حمود، انا حمود ماشي. انا حمود يا ستي ماتت. هي القصه في ان ربنا بيستجيب لهم. ها يعني تلاقي واحده كده بتولد عندها وجع فظيع، اما بتدعي لربنا انا حمود انا عايز اموت، تروح ماتت. والله جالها رابشر فاجينا والعيانه ماتت في الاخر. فانا بفهمك ان عيانه هتقول لك هسقط هسقط، دي مساله بقى سايكولوجيكال فاكتور موجود. لازم احسن النفسيه بتاعت العيانه عشان تكمل الحمل. طيب السموكينج، طبعا كتاب الاسم زود السموكينج في كذا حته عشان الشيت. تدخل في الشيت يقول لك ايه؟ ايه حاجات في المنهج بيعملها شرب السجاير؟ ادي دي اول حاجه ناخدها. ابوش ليه؟ لانه بيقلل الدم اللي رايح للبيبي عشان بيعمل ساعات هايبرتنشن. فالبيبي لما بيقعد في اوضه ما فيهاش اكل هيعمل ايه؟ هينزل. يبقى ما تنساش دولت خلصنا منهم اللي هو كلمه ايديوباثيك. نطلع بقى فوق عشان نخلص قبل المحاضره. طبعا اللي هيقول لي في الاخر الاسباب بيبقى ليه الحصه اللي جايه او المحاضره اللي جايه هديه. الاسباب بدون ما يغلط يعني بعد ما امسحها انا بحاول احفظهم لك بطريقه كويسه. ليه؟ هقول دول بعد اقول ده وارجع اقول دول بعد اقول ده وانا ارجع اقول دول، يعني اللي ما يحفظش يروح يتعالج. خلاص تعال نمسك اول حاجه ماتيرنال كوز سبب في الام.
جنرال ولوكال، ناخد جنرال ميديكال ديس اوردر زي ايه؟ اكبرها عشان نشوفها. اهي. لازم اكتب uncontrolled hypertension. اذا كتبت hypertension لوحده ده، تفتكر ليه الضغط العالي سقط عيان؟ احنا قلنا فازو ايه؟ يبقى الدم اللي رايح للبيبي، ما البيبي بيتلكك، اي اكل ما يجلوش مع السلامه. يبقى اول سبب uncontrolled hypertension. طب السكر ايه علاقته بالموضوع؟ دايابيتس. انت هتاخده بعد كده ان الدايابيتس في البطنه على اللونج ران بيعمل هايبر تنش. اي يعني مسالك ليه السكر يعمل سهم كده؟ ها عشان سببه ايه؟ ها هايبر تنش. لان على اللونج حقيقه كل الستات اللي عندها سكر بعد شويه بيحصل لها فاسكولار تشينجز منها هايبر تنش. طيب نيجي على اندوكراينر، وبعدين نرجع تاني نقول دي اندوكراينر لوتيال فيز افكت. ايه؟ ولا خدنا لوتيال فيز ولا خدنا الهباب ده. انا هشرحها برسمه كل واحده كده علشان بس اعرف الاسماء دي لغايه ما ناخدها. عندنا اي دوره، ودي دوره ثانيه بينهم مسافه لغايه ما ناخد الفيسيولوجي، ده اسمه فوليكولار فيز، ده اسمه اوفيليشن. اكيد فاكرين الكلام ده. ده اسمه لوتيال. فاكرين لوتيال اللي هو بتاع الجسم الاصفر ده، كوربس لوتيال. بيقول لك هنا ان النص الاول بيفرز هرمون اسمه ايه؟ استروجين. النص الثاني بيفرز هرمون اسمه بروجستيرون. هو ليه سموه بروجستيرون؟ كلمة برو يعني تمهيد، جستيرون حمل. يعني هو ده اللي بيعمل ديسيديول اللي هو اكل مين؟ البيبي. شوف ربنا برو بيمهد، بيزود اكله عشان لما يجي يكمل. تفتكر لما البروجستيرون ده اعمل سهم لتحت كده يقل، الاكل بتاع البيبي هيحصل فيه ايه؟ هيقل، هينزل ولا لا؟ فراحوا مسمينا لوتيال. ما ده لوتيال فيز ديفكت، نقص مين؟ عشان بس اذا جالي الاسم ده لغايه ما ناخد الموضوع ده هناخده في الانفرتيلتي. يبقى ما تنساش، لا اما اكتب نقص في البروجستيرون، لا اما اكتب لوتيال فيز ايه؟ ديفكت. دي بس عشان افهمها. يبقى نقص البروجستيرون، تفتكر العلاج ايه؟ الحصه الجايه. ادي ده اسمه مثبت، اسمعوا، انا بدي مثبت للحمل اللي هو ده بديه من بره. ده انا هثبت لك الحمل، هو ده. بديك البروجستيرون، نزود اكل البيبي فيكمل. طيب، نيجي بعد كده على السبب اللي بعده. تي 4. هو ايه التي 4 ده؟ ثيرويد. عندنا اللي هو هايبوثايرويدزم، هتزوده جنبها هايبرثايرويدزم. كتاب اسم زوده. يعني ايه؟ يعني طلع ان الثيرويد هرمونز اذا قل تسقط. ثيرويد هرمونز اذا زاد تسقط. ليه بقى؟ طلع ان البروجستيرون عشان يعمل الاكل محتاج تي 4 نورمال. تمام؟ طب اذا قل ما يشتغلش، اذا زاد ما يشتغلش. يبقى ما تنساش بقى هايبو هايبرثايرويدزم يعمل ابورش. وعلى فكره ده من اهم التست اللي لازم نعمله لكل العيانين على فكره. اي عيانه بتجي لي بتدور على الحمل او بتسقط، اقول لها بص اعمل لي تي 4. اذا لقيته عالي او واطي اخليه نورمال تكمل الحمل عادي خالص. ده من الاسباب الجديده. نراجع، كنا قلنا مرضين، حد فاكر؟ انكنترول هايبرتنشن، انكنترول دايبيتس. قلنا هرمونين بروجستيرون وتي 4. قلت لك التي 4 ايدر ها هايبو او هايبر. طيب نيجي على لوكال. لوكال دي اللي هتاخد وقت والباقي كله مش هياخد. لوكال اللي هو مين؟ اليوترس. ده الرحم وده النورمال الحجم بتاعه، خلاص؟ على فكره انا جايب لك زيه، ودي تيوب وده الاوفري وده عنق الرحم. ده عشان حضرتك فيه لولو ان شاء الله، اسمه لولو. وفي مصر عندهم في حاجه في السنه بدل لولب لولو. ورم ليفي لوفي، هتلاقي فيه هبل كده. طلع ان انا بركب هنا اللولب، فده الرحم بتاع العين النورمال. دي الاوضه اللي بيقعد فيها البيت، اسمه لوكن. يبقى في مشكله في الاوضه بقى. تفتكر ايه المشاكل اللي في الاوضه تسقط العيانه؟ اول سبب كونجنتال. وعلى فكره انا بحفظها بكلمه جميله قوي عشان المنهج كبير، الجمله دي تركز فيها، اسمها كونكتيف تيشو از فيري ماسيف تيشو. تاني، الجمله دي بتخلص لي اسباب في المنهج بالهبل. انت هتلاقي كل موضوع كميه اسباب مش عارف ارتبها وكله متلخبط. فانا عايز احط لي عناوين واحط تحتيها حرف السي كونجينيتال اللي هي كونكتيف. يعني ايه حاجه ربنا خالقها بيها في الرحم تسقطها. تي اللي هي كونكتيف تيشو، تروما تروماتيك. ايه التروما اللي حصلت للرحم خلتها تسقط؟ اي اللي هو كونكتيف تيشو از انفلاماتوري.
افتكر ايه الانفلاميشن اللي جه سقط العيان؟ في اللي هي فيري فاسكولار. ايه الحاجه اللي اثرت على البلاد فيسلز للجزء ده في سقطه العيان؟ ماسيف اللي هي ميسلينيس. يعني ايه كلمه ميسلينيس؟ حاجه مش عارف احطها في كل دول هحطها تحت عنوان ميسلينيس. تي بقى اللي هو تيشو تيومر. ايه الورم اللي سقط العيان في الرحم؟ يبقى انا اما احفظها كده عمري ما انسى. ما نيجي ناخد امينوريا انفرتيلتي، على فكره بتقعد تتوه من الاسباب. يبقى انا اقول ايه كونجينيتال في الانفرتيلتي اروح ماسك اعرف اجيب المعلومات، لان المنهج كبير لازم اكون منظم. يبقى كونكتيف تيشو از فيري ماسك تيشو، كونجينيتال تروماتيك انفلاماتوري فاسكولار ميسينيس تيوم. نمسك اول واحده كونجينيتال. ايه في الاوضه سقط؟ وده مكتوب عندك انا هرسم بس، لان انت القصه ان الرسمه في الجدول ده يعني بيبقى معاك المذكره بترسم جنبيها صغير قوي عشان تفتكر. ايه كونجينيتال في الاوضه ده يسقط؟ اول حاجه اهي ده ايه ده؟ هايبوبليزيا. يعني حجمه صغير هايبوبلاستيك. تخيل اوضه ضيقه، انا رحت فندق لقيت الاوضه ضيقه عليا هعمل ايه؟ مع السلامه خلاص. انا بص انا اهم حاجه اقعد متكيف خلاص. اما حكايه بقى هتخلي لي اوضه ضيقه مش هكمل. يبقى هايبوبلاستيك يوترس اصغر من ده مش هعرف. او رحم عامل كده ونازل منه حاجز من فوق كده، ده اسمه سبتيت. يعني ايه ده؟ ايه اللي نازل لي ده خلاص؟ انا مش هعرف. ده اسمه ذو القرنين، بتقاسم اسمه باي كورنويد. انا بس ماشي بهدوء عشان الكلام ده جديد. يبقى عندي الاوضه اذا الشكل من دول موجود هتسقط. هايبوبلاستيك سيتيت باي كورنيت هتسقط. دي بترسمها جنب الاسباب في المذكره اللي قلنا عليها. طيب بعد الكونجنتال تروماتيك عنق الرحم عامل زي ايدي كده. انت اول مره تعرفها. ليه فتحه داخليه اسمها انترنال اوس، فتحه خارجيه اسمها مين اهم في الحمل؟ يعني مين اللي بيكمل الحمل لغايه الاخر؟ انترنال ولا اكسترنال؟ يبقى انت خلاص تاني. يبقى انا عندنا ان عنق الرحم فيه فتحتين، الانترنال فيها تون، الاكسترنال هبله. يعني زي لقيت واحده عامله كده قلنا طز، انا يهمني مين؟ الانترنال دي فيها تون قويه جدا. فيقول لك طب نفترض انه عامل كده دي تكمل؟ لا، ده اسمه ايه اللي عامل زي الفانل ده؟ عامل زي القمر. ده بيسموه سيرفايكال ده سيرفكس. انكومبتنت يعني ايه كومبتنت؟ قافل. انكومبتنت يعني ايه؟ ده موضوع هناخده، ده كيس هناخده كامل في الابوش المره اللي بعد الجايه. يعني قصدي اقول لك ان السيرفكس ده ضعف. تفتكر ضعف ليه؟ تروما. واحده رابطه جوزها بالعيال تحمل تولد تحمل تولد، كل بيبي يعدي يفتح بقى عنق الرحم ايه؟ ما اي تروما ممكن يخلي الانترنال الاوس ضعيفه ولا لا؟ فيسموه ايه بقى؟ ها؟ سيرفايكال. انا عايز الاكسبريشن بس اسمه ايه؟ سيرفايكال ان كوم. كلمه اسمك اللي مكتوبه في الجدول دي عدوها، لسه ما خدناش الاناتومي. اسمها سيرفايكال ان كومبتنس اللي هو بيبقى شكله عامل ازاي؟ كده اهو عامل زي الفانل. شايف ده الانترنال الاوس شايف عامل ازاي؟ ايه ده؟ عمرها ما تكمل. يبقى تروماتيك ايه بقى؟ ما اقول لك كونجنت خدها تروماتيك سيرفايكال انكم. نيجي ليه انفلاماتوري، قصه شهيره جدا هناخدها في الاندوكراين. واحد بيكحت عيانه، دي معلقه الكحل. طب اجيب لكم الالات وبعد كده هبقى امرر كل واحد يمسكها، لان انت بس مسكتها تجي لك صوره عرفت. الاله دي اسمها معلقه كحل، بعمل بيها ايه؟ اهو بمسكها اربع صوابع ورا وصباع قدام كده. دي عيانه نايمه على ظهرها وانا بكحتها كده، اكحت الانتيريور ايه؟ وول مش ده انتيريور؟ وبعدين اكحت في الرحم بوستير وكحت. احلى ماسكه دي اللي هي اربع صوابع ورا وصباع قدام. انا قاعد اكحت 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 وعندي ضمير. في ناس مضاف قوي ها، والعمليه دي مش محتاجه نظافه. يعني تلاقي واحد بيقعد يكحت يقول لك لازم تلمع ها، يكحت يكحت. على فكره في دكتور عندنا يقول لك العمليه الوحيده اللي يا ريت ما يكونش عندك فيها ضمير هي دي. قاعد يكحت 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 لغايه زورها. يعني ايه؟ شال كل البيزا الاندوميتري. انتوا عارفين ان اي واحده عندها سوبرفيشال وبيزا الاندوميتري اللي بيقع كل شهر البيزا بيفضل. انا بقى كحت البيزا ها، قاعد اكحت اكحت اكحت. احنا هنعرف بعد كده ان الكحت بيقف عند حته كده مرمله، يعني اول ما تحس حاجه مرمله وقف. هو بقى كمل. اما شال البيزا كده مفيش دوره، والدوره دي مهمه جدا. تاخد اي انفكشن على الشارع العيله دي هيدخل لها انفكشن ولا لا؟ ويحصل لها انتراترين اديجن التصاقات.
فبيعمل حاجة اسمها أشهر مان سيندروم. أنا عايز أوصل للكلمة دي تاني. يبقى تاني، أنا دخلت كحت 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 لغاية ما شلت البيزا الإندوميتري، دخل إنفكشن، عمل الشكل ده أهو، آدي الرحم أهو، هلاقي فيه أدليجنز، ده اسمه إنترايوتراين أدليجنز، اسمه أشهر مان إيه؟ على اسم العالم. يبقى الأشهر مان سيندروم زي ما كنت قلته لك كده، احفظه خلاص، لسه هاخده، ده موضوع كامل. فطلع ان الأشهر مان سيندروم ده السطر اللي هيجاوب السؤال ده اذا كان كومبليت سقط ولا بارشل. يعني ايه كومبليت؟ يعني واخد كل اليوترس. طب بارشل واخد جزء، اللي سقط الكومبليت ولا البارشل؟ هو البارشل على فكره، الكومبليت ما تحملش اصلا. ها؟ يبقى ما يسالك اي نوع من الأشهر مان بيسال في الام سي كيو بيعمل، يبقى انا هكتب دي عشان مش مكتوبه بارشل لغايه ما ناخده. راجع عشان ما توقعش مني، دي اسخف حته الرحم. كونجينيتال في الاوضه تفتكر صغير يبقى؟ هارت بلس ستين باي كورنر. امال ايه ده؟ سيرفايكال ان كورنر. امال اديجن اسمها ايه؟ اشهر مان سيندروم. نكمل نيجي للميسلينيوس، مفيش بافكر. اي رحم ساعات تلاقيه مقدم لقدام كده في العيانين، يعني ده نفترض ده الحوض كده، يعني عامل كده لقدام، ده اسمه اي في اف. اختصاره ايه؟ مش وقته، ده هياخد حصه لوحده. انتي يعني لقدام. طيب ورا اسمه ار في اف يعني ريترو. هل ده النورمال ولا ده؟ على فكره الاثنين نورمال، عشان بس ايه ما تقعدش واحده عندها رحم دكتور قال لها في العياده رحم يتقلب على ورا تقول لك مش حاجه حسنا مش هتجوز، واذا اتجوزت مش هسقط، مالهاش علاقه. على فكره دي نورمال ودي نورمال. شوف الناس بتعمل رعب. طيب انت عرفتي ليه ما حملتيش يا فندم؟ عشان رحمك قالب على ورا. انت عرفتي ليه ربنا مش موفقك؟ عشان رحمك قالب على ورا. مش حاجه اسمها كده. طلع ان الرحم 80% اي دي اف 20% ار في اف، الاثنين نورمال. ايوه بس الحاله اللي انا هرسمها دي هو قالب على ورا، بس في مصيبه ان السكرم بتاعها طالع لقدام شويه. يعني البرومونتري، عارفين الشفه دي؟ طالع لقدام شويه، فشوف بقى الشكل اللي انا هرسمه. حد يقول لي ليه تسقط بقى دي؟ اهي يعني ادي السيمسز بيوبس اهي، وادي الرحم قالب على ورا، وده البرومونتري اهو. ايوه الرحم عايز يكبر مش عارف، وانت عارف الرحم ده فظيع. وانس حد لعب فيه عارف بيعمل ايه؟ كونتراكشن. يعني دلوقتي انا واحده بولدها في الكشك، لا عندنا في القصر العيني هنا بيولدوا بيحس بالوجع مش زي بره ولادها بدون الم، لا دي لازم تصوت عشان تكسب ثواب. خلاص فالعيله بتدخل اوضه الكشك الولاده تقول لك شدوا، ده شد ايه؟ وتروح نايمه. نايمه ايه؟ ماما اصحي احزقي. تقول لك انسى وتروح نايمه. لا بقى اروح انا اعمل ايه؟ العب في بطنها. الرحم يبتدي ايه؟ تروح صح هو ده اللي انا عايزه. يعني قصدي اقول ان الرحم اذا لعبتي فيه ما بالك بقى عظمه عامله كده، كل ما يحاول بيعمل فراكشن، فدي تسقط ولا لا؟ يبقى ما يسالك بقى انهي نوع من الار في اف يسقط؟ اهو ان كارسريت، دي هتزود الكلمه. يعني ايه كارسريت؟ محشور ار في اف يوترس، هو ده اللي يسقط. ليه؟ لانه بيعمل فراكشن مع السكر. نيجي لاخر سبب بقى، تيومر ورم. ان شاء الله هناخد الورم الليفي، اللوفي نقول عليه في مصر، ده اسمه فايبرويد. الورم الليفي ده هو في انواع منه، في نوع طالع من بره اسمه سب سيرس مش لازم دلوقتي، في نوع جوه ده اللي انا عايزه النهارده سب ميوكس تحت الميكوزا، في نوع في الول. انا عايز السب ميوكس ده ارسمه ازاي؟ اهو ادي الرحم وادي الورم. حطوا لي بيبي ليه اتسقط؟ اهو حامل اهي وادي سب ميوكس. سب ميوكس ده فورين بودي، هيبتدي اليوترس يعمل ايه عشان يطرده؟ مين اللي هيخرج؟ البيبي. يعني برضه ستيميوليتي، حتى بيجي لها غلط دايما، ده اسمه سب ميوكوزا، يعني تحت الميوكوزا اسمه سب ميوكوزا. نراجع الاسباب اهي على الجدول بقى اللي احنا ماشيين عليه، نقراهم كده. اول حاجه كونجنيتال هايكوبليزيا سيبتيت باي كورنر، افتكر بالرسم تروماتيك، حاسس الرسم وانا صغيره سيرفايكال انكم، سيبك من الاسم ده. انفلاماتوري اشهر مان سيندروم، ميسلينيوس انكارسريت الار في اف. طيب هتقولي دي مش مكتوبه في كتاب الاسم، لا مكتوبه في الار في اف، يعني ما هنفتح الار في اف مكتوب هناك ابورشن، اما يبقى عشان كده بعد اذنك هتلاقي في حاجات شايلينها بس هو ما عرفوش بعد كده مكتوبه فين تاني، في نفس الكتاب.
بعد كده نيو بلاستيك سب ميوكاس فايبرويد اللي هو انهي نوع تحت الميوكوز. نراجع، اول واحد كان مرض انكنترول هايبرتنشن، انكنترول دايز هرمونين بروجستيرون تي 4 ايدر زياده او نقص. طب كونجنت الاوضه دوما بص اعمل اروح كده وخلاص، هايبوبلاستيك باي كورنيت ستيت تروماتيك، مش لازم اعمل كده. سيرفايكال انكونترز انفلاماتوري عشر مال لو بارشل. طيب ميسلينياس انكارسيريتد ار في اف امونج يو بلاستيك سب ميوكاس فايبرويد. نيجي بقى للكومنست كوز اوف ابورشن، خلاص هو كروموزومال ابنورمالتي اكتر من 50%. على فكره مكتوب اكتر من 75 في الكتاب القديم، الجديد مكتوب 50%. هل دول عليا؟ لا، ده كله تشطبه بعد اذنك، مش مكتوب في كتاب الاسم الجديد، يعني الجزء ده كله لما تاخد مذكره مش عايز، انا عايز الكلمه دي بس. The commonest cause of abortion is chromosomal. نسبته كام؟ طب دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ حلوه جدا، ربنا بيخلصنا من التشوهات. كنت دخلت المحاضره النهارده لقيت كل واحد عامل كده كل دول عايشين، دي تبقى مصيبه. فالحمد لله ربنا بيخلصنا منهم ايه؟ بدري بدري. حتى اقناع العيانه لذيذ في العياده. قال يا فندم طالما سقطت في اول ثلاث اشهر اعرفي ان غالبا الفيديو كان فيه تشوهات وربنا خلصك منها. ادعي من ربنا ان الحمل الجاي يبقى ايه؟ سليم. تقول لك اه كده، وقول اذا كان برضه مش سليم يا رب ينزل. تحب يجي لك بيبي منتال ريتارد؟ تقول لك لا. طب تحب تربي بيبي فيه تشوهات؟ لا، ويموت معاكي بعد كده. عشان كده انا لازم اقنع العيانه دي وما بضحكش عليها. طلع ان الكومنست كوز اوف فيرست ترايمستريك ابورشن في الام سي كيو از، انا عاملها بالاحمر، يبقى ما يسالك الكومنست كوز هتقول له ايه؟ كروموسوم. نيجي لديت وهقف بعديها انفكشن. ايه الانفكشنز اللي موجوده؟ وهنتفق على ميعاد بعد الظهر عشان انا عايز اخلص اكتر ما يمكن قبل الناس. احنا عندنا انفكشنز اسندنج وديسندنج. اسندنج من الشارع جونوريا وكلاميديا. حد يعرف دولت ايه؟ سيكشوالي ترانسميتد ديزيز. طبعا جوزها السم، انا اول ما ببص لها كده باصص له كده عامل له كده جونوريا اند كلاميديا. ليه السيكشوالي ترانسميتد ديزيز سقط؟ طلع اللي بيجي لها انفكشن بيطلع ياكل في الممبرين يفرقعها وتطلع مواد اسمها بروستا تبتدي يوتراين كونتراكشن. لا، يبقى ما يسالك ليه الانفكشن ممكن تعمل ابورشن قول له ها بروستا جلاندز. حقيقه بتصنع بروستا جلاندز تخلي اليوترس يكونتراكت. نيجي لدول بقى، ودي اللي انا هكتب بيها حاجه اللي هو مرض القطط، عشان ما تلاقي البواب خارج كده من تحت العماره يقول لك انا بنتي جالها مرض القطط، تقول له وانا ما اعرفوش ها، او يديك تحليل يقول لك والنبي شوف لي يا دكتور، قول له ما خلص، مش عايز كده. انا دلوقتي عايز اعرف ايه مرض القطط، وهل حقيقي بيسقط ولا لا؟ طب ما عندها قطه ترميها؟ على فكره اليومين دول كل البنات مربيه قطط، خلاص؟ إيه بيحبوا القطط جدا. طب هل تترمي؟ لا، ده اقول لك جيب قطه ثانيه، هتشوف دلوقتي خلاص. ايه بقى اسمه ستوش؟ ايه ده؟ ده اسمه ديسندنج يعني الدم. كل حرف وليه حاجه. اس سيفلس اللي هو مرض الزهري، ده انتهى خلاص. بنسلين وبينتهي، ده مرض سيكشولي. تي او توكسوبلازما هو ده مرض القطط اللي انا هشرحه. طيب ار روبيلا، سمعتوا على الجيرمان ميسلز؟ الحصبه الالمانيه معظمنا جالنا على فكره، بيبقى عندنا سوليد اميونتي بتيجي مره. سي سايتوميجالو فايروس. اتش هيربس تاني اسمهم ستوش، يعني واحده مسقطه قبل كده اقول لها روح اعمل لي ستوش. اس سيفلس تي او توكسوبلازم ار روبيلا سي سايتوميجالو اتش هيربس. انا همسك بس مرض القطط، هل بيسقط كتير ولا لا؟ انا هشرحه سريعا وبعدين همليهولك. ده يتكتب لان ده مكتوب في كتاب الاسم في حته كده منسيه ومفيش حد بيبص عليها. ايه التوكسوبلازما؟ طلع ان ده بروتوزول موجود في الانتستين بتاع القطط، خلاص؟ بينزل مع الاسطول، يعني الاسطول بتاع القطه بينزل فيه البروتوزول ده. هل احنا بناكل الاسطول؟ لا، في انت من كتر لعبك مع القطه ايديك بتتلوث، خلاص البنوت قاعده تلعب معاها وتروح بالع على البروتوزول، ما غسلتش ايديها وده غلط. يعني لازم بعد ما تتعامل مع القطه تغسل ايديك كويس جدا وبعدين تبتدي تاكلي، يعني ممكن عن طريق بس. طب نفترض هي نظيفه، ليه جالها؟ بيقول لك ان القطه دي ممكن تكون بتلعب في حته فيها هربيفرس انيمالز، يعني اللي هي اكله العشب زي بقر جاموس خلاص غنم. المهم ان هي بتلعب فلوثت الجراس الزرع بالايه؟ بال وفي البروتوزوم يترسل في البقره فين؟ ثلاث حتت، في الاي، في البرين، في الريت في الاي في البرين في الماسلز في الريتنا. يعني هل احنا بناكل العين؟ لا،
لا في ناس بياكلوها والله الجوهره. يقول لك هات لي عينين بتوع البقر محرين يا اخي. برين في ناس بياكلوا مخها، بس الكلام ده بيبقى انكوكد. لا طبعا عين كده كلها لا. طب ايه بقى الحاجه اللي بناخدها انكوكد وبيبقى فيها بروباسل لانشون؟ تقول لك بعشقه. ما عنديش قطه بس جالي ازاي؟ تلاقي كل يوم لازم ساندوتش لانش، بسطرمه الله. يعني قصدي اقول ايه؟ ان سبب البروتوزول اللانشون. طيب هل العائله دي تبطل اكل لانشون؟ هل ترمي قطه ما تربيش قطط؟ على فكره الكلام ده غلط. لا ده تجيب قطه وتجيب اثنين وتطعمها وهي هتطعم. ليه بقى؟ طلع ان البروتوزول اذا جه وقت الحمل يسقط، يعني في الاكيوت فيز بس. هل بيبقى ريكرنت؟ لا تبقى اميون. يبقى ما يسألك بقى توكسوبلازما هل بتعمل هابيتوال ابورشن؟ يعني ايه هابيتوال؟ متكلفه دي بتعمل سنجل ابورشن. يعني اذا جات لك واحد بتقول لك انا مسقطه ست مرات عشان مرض القطه، تقول انت هبله. ها؟ هو بيسقط مره واحده. وعلى فكره بتبقى اميون. هكتبه بس كلمتين كده عشان اوصل للسؤال الام سي كيو في الاخر. هل التوكسوبلازما بيعمل هابيتوال؟ الاجابه لا، بيعمل ايه؟ سنجل. هكتبه معاك. ده تكتبوه في حته صغيره كده اهي. توكسوبلازموزز ديورينج بريجننس. ده بروتوزون ان انتستين اوف كاتس. مود اوف ترانسميشن ازاي بيوصل؟ ده واحد ساب كل حاجه في الشفوي وبيسالك في ده. بيتنقل ازاي؟ بطريقتين. contaminated hands by stool of cat او eating infected uncooked meat. لانشون فرجنا بقى واخوان لانشون بسطرمة الله. طيب ميكانيزم اوف ابورشن ان اتس اكيوت فيز. تيجي بقى في الام سي كيو، هل بيعمل سنجل ولا سنجل ابورشن؟ هما كلمتين بالظبط عشان الشفوي والام سي كيو بيجي لك حاجه واحده بس. بيعمل كام ابورشن؟ هو واحد. اراجع بسرعه وهنمشي بعديها وهقول لكم المواعيد. يعني اذا جالها وهي حامل تمام؟ طيب نفترض العائله دي جالها قبل الحمل بقت اميون خلاص تحمل عايز مفيش قلق. تقولوا معايا الاسباب عشان هساله بس واحد يقول لي والمره الجايه اخد الهدايه. ناخد الاسباب ميديكال. حد يقول لي اللي هم ايه؟ uncontrolled hypertension uncontrolled diabetes endocrine luteal phase defect hypo او hyperthyroidism congenital في الاوضه hypoplastic septate bicornic traumatic cervical cervical incontinence. طيب inflammatory اشهر مان miscellaneous incarcerated RDF uterus tumor subdued. The commonest cause of abortion is اكثر من 50% الاسندنج انفكشن جونوريا وكلاميديا الديسندنج. مين الوحيد اللي يعمل هابيتشو هناخده المره الجايه؟ سيفلس. الباقي كله بيعمل سنجل ابورشن. الميعاد الثاني انا هناخد بس رايكم فيه لان بصراحه احنا عايزين نجري شويه عشان المنهج مش كبير بس هو اصغر من السنه اللي فاتت بصراحه. يعني بعد ما نلخصه هنلاقينا حاجات كتيره جدا مش هتتشرح. ليه؟ لان هم لغوه خلاص يعني. بس لازم في حاجات مش هينفع الغيها عشان تعرف تحل بيها كيسز ان شاء الله. انا بالنسبه لنا هيبقى 2:04 الساعه 7. احنا عايزين الميعاد الثالث اللي هو بعد الظهر. يعني هو قال لي هتاخد ميعاد واحد بعد الظهر. هل ينفع الثلاث الساعه 3؟ هم قالوا مش قبل 3، الساعه 3 وتقولي فايقين عشان ناخد اكبر قدر ممكن. عايز اجري في المذاكره. نعم. ايه؟ ليه اشمعنى الثلاث؟ طيب يوم الحد. طب انا اعمل 3 ساعه 3. طب ما تيجي فايقه من البيت. انا مش فايقه يعني. حتى تذاكري لي قبل ما تيجي لان بعد كده بسمع. اه خلاص.